بسم الله الرحمن الرحيم. تشير المعلومات الواردة من البحرين أن النظام البحريني يقوم بسياسة انتقامية يتعرض لها رموز المعتقلين في سجون البحرين، لا سيما الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين وسماحة الشيخ ميرزا المحروس، الذين تدهورت صحتهم في الآونة الأخيرة نتيجة حرمانهم من حقهم في العلاج وتوفير الرعاية الصحية. إننا نطالب بتحرك عاجل من قبل المنظمات الدولية، لا سيما الصليب الأحمر، من أجل الضغط على سلطات البحرين لتوفير العلاج المناسب لكافة المعتقلين ولا سيما الرموز المعتقلين في البحرين.